انضم الينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى حمزه، مدير مركز دراسات الاسلام السياسي. دكتور مصطفى، بعد التحيه، اولا على مدار عده سنوات وربما عشرات السنوات، يعني لعب التيارات الاسلام السياسي دورا سلبيا بشكل كبير في تخريب هذه المنطقه، وربما كانت سببا رئيسيا في وجود بعض القوات الاجنبيه في بعض دول المنطقه بالجوار. الى اي مدى تعتقد بان هذه المنطقه ستظل في هذه الدائره، يعني تدور في هذه الدائره؟ الى متى سندور في هذه الدائره وسيستمر تيارات الاسلام السياسي في محاوله ابتزاز دول بعينها، وعلى الجانب الآخر محاولة تنفيذ أجندات دول أخرى وهدم مؤسسات دول أخرى على الجانب الآخر؟ طالما وجدت هذه التنظيمات والجماعات والحركات التي ترفع شعار الإسلام السياسي، طالما وجد التخريب ووجد الانقباض على الدولة الوطنية وعلى المؤسسات، لأن هذه التيارات على اختلافها تتصارع على شيء واحد وهو الوصول إلى الحكم والسلطة، فلا صراع على الدين إطلاقا، بل ربما يفرطون في ثوابت من الدين كثيرة من أجل الوصول إلى سدة الحكم، وحدث هذا في أكثر من بلد، وحتى في مصر كان لديهم العديد من الجرائم التي ارتكبوها في سبيل البقاء في الكرسي والحفاظ على السلطة. فهي فكرة مركزية عندهم، فكرة الحاكمية ويعني الحكم بما أنزل الله، هذا الشعار الكبير، وإقامة الخلافة المزعومة وتطبيق الشريعة من وجهة نظرهم، كل هذا يدفعهم إلى السعي للوصول إلى السلطة دائما. طيب دكتور مصطفى، إذا يعني ذهبنا إلى الجانب الآخر ومحاولة هذه الجماعات إعادة بث الروح لأفرادها ولعناصرها من جديد، وعلى الجانب الآخر لفظ الشارع المصري، وليس فقط على المستوى الشارع المصري ولكن حتى على مستوى الدول المجاورة، وكان آخرها في تونس على سبيل المثال، إلى أي مدى تعتقد بأن الشارع في العالم العربي الآن أصبح يعني محصنا ضد الشعارات التي تقوم برفعها هذه الجماعات، وإلى أي مدى أصبح أكثر إدراكا ووعيا بما تصبو إليه وتسعى إليه هذه الجماعات؟ الشعوب العربية وفي القلب منها الشعب المصري قطع شوطا كبيرا في كشف هذه الجماعات وتعريتها، لأنه كما يقال الإنسان عدو ما يجهل، فحينما كان الناس يجهلون سياسة الإخوان في الحكم وأسلوبهم في قيادة الدول والأمم كانوا يتعاطفون معهم، ولكن حينما وضعوا في التجربة الحقيقية ومارسوا اللعبة السياسية في مقام أو في منصب الحكم بعد أن كانوا في منصب المعارضة اكتشفوا على حقيقتهم، فأصبح الناس يعرفون أن هؤلاء لا يصلحون لإدارة مركز شباب فضلا عن إدارة دولة بحجم الدولة المصرية. هذا حدث في مصر وحدث في تونس ويحدث في السودان وفي غيرها من الدول وفي اليمن وفي كثير من البلدان التي شارك فيها الإخوان سواء بجزء من الحكومة أو في الوصول إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات الرئاسية. وصلت الرسالة، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، على هذه التوضيحات.